السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما اشتغل في اي حاجة خاصة بالبلامينج لازم ان انا اظبط البايبس اللي موجودة عندي. فهاجي هنا من مانج والاقي هنا عندي كونتينت، هدوس هنا ستايل بلات، فبيبدأ يفتح لي القائمة بالشكل دوت. هتلاقي فيها ادوات كتيرة جدا لو انت عايز ترسم، مثلا زي حوائط، كفر، فتيات 3D موديل، كل حاجة موجودة هنا. فانا اقول له انا عايز البايب لاين، بلاقي هنا البايب لاين. لو وقفت على اي واحد فيهم اقدر اقول له ان انا عايز اعمل اديت واختار الشكل بتاعه، مثلا هل هو سيركل ولا اليبس ولا ترينجل ولا شانل. شانل هيبقى بالشكل دوت. السايز بتاعه من كام لكام، الهاي والويت تقدر انت تعدل فيهم، الهاي اوفست. طيب لو انت عايز واحد جديد هتيجي هنا وتقول له انا عايز ازود ستايل جديد. فبيقول لي بقى انت عايز طيب اني طيب مثلا ريكتانجل، او طبعا غالبا مستخدم سيركل. السايز الهاي كام والويتس كام، المفروض هما زي بعض، بس لو انت عايز تعدل بالشكل دوت الهاي ويتس تقدر تعدل فيهم، الهاي اوفست والسيرفيس افكت ممكن تقول له سيت بريفيو، وتقدر تضيف انواع اخرى وممكن تعمل له منهم دوبليكيت لو انت حابب. فكده احنا بنقدر نزود بايبس كتير زي ما احنا عايزين. طيب هنيجي بعد كده على الكرييت، هنلاقي عندنا هنا ممكن نعمل كيلفرت. كيلفرت ده بتبقى زي ممر مائي بحيث ان المايه ما تضطرش انها تزيد وتغرق الشارع بتاعنا او الستريب بتاعنا. فانا ممكن اقول له ان انا عايز اعمل كيلفرت مثلا من هنا لهنا. بنلاقي ان المايه لو زادت في المنطقه ديت بدل ما تستنى لحد ما تغرق المكان، لا تقدر تنقل من تحت الطريق من خلال الكلفرت دوت. وهنا عند البايب اقدر اقول له ان عايز ارسم بايب، فبيقول لي اختار الستايلز اللي موجوده. لاحظ ان دي نفس الستايلات اللي موجوده هنا، فلو انا عايز ازود حاجة مش موجودة اروح لستايل بايت ونقدر نزود اي بايب احنا عايزينها. فتقدر ترسم البايب زي ما انت عايز بالشكل دوت. دبل كليك يبقى انت انتهيت من الرسم. نعمل لك البايب بالشكل دوت. تقدر بقى تتحكم في الستايل، تقدر تتحكم في البايب ماتيريال، تختار بايب ماتيريال معينة، نتورك نيم تقدر تديها اسم. هنا حتى البايب نيم تقدر ان انت تديله اسم، والسايز والالفيشن تقدر ان انت تغير الالفيشن بحيث تطلع بيه او تنزل بيه زي ما انت عايز. طيب خلينا نروح على اناليسيس كده من الدرينج. هقول له ان انا عايز اعمل ووتر شيد، يعني المايه ممكن تتجمع في مناطق معينه مثلا هنا. تمام تقدر تدوس انتر فيبدا يعمل تحليل ويقدر يقول لك انا جزء المايه ممكن تتجمع فيه. بيقول لي your analysis request complete successfully. الجزء ده طيب لو انا عايز مثلا منطقة تانية بيقول لي ابدأ دوس في اي منطقة ودوس انتر، وهنا بقى بيقول لي الخصائص اللي انت عايزها المنطقة دي. فنلاقي ان هو عمل لي المنطقة دي والمنطقة دي بالشكل ده. طيب لو اخترت طريق زي كده وعملت عليه select ورايت كليك، هلاقي ان انا عندي هنا درينج اقدر اضيف كلفرت من هنا. هو يبدا يشوف انهي منطقه الانسب ويبدا ان هو يضيفه على الطريق. طيب ممكن برضو نقول له درينج، ممكن تقول له ان انت عايز تلغي الدرينج نتورك او سايز درينج نتورك، تقدر انت تتحكم فيه. فبيسالك بقى المينيمم كفر قد ايه، الدروب اكروس قد ايه، هولد اوت فول انفيرت، ونقدر ندوس انتر.